حتى لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من برنامج من القاهرة بتأتيكم من قناة النيل الأخبار. زي ما عودناكم هيكون معانا أهم وآخر تطورات الأنباء على الساحة المحلية والإقليمية، أيضا هيكون عندنا موضوعين النهاردة للحوار. مساء الخير. مساء الخير يا أشرف. النهاردة فعلا معانا موضوعين، موضوع منهم ما بيتمش إلقاء الضوء عليه بشكل كبير، هو الأسر المنتجة. مشروع الأسر المنتجة ابتدى وقت الرئيس جمال عبد الناصر، ومن المفترض ان هو كان بيساهم في الاقتصاد بشكل او باخر. وصل عدد المستفيدين منه، ودي بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، لحوالي 2,800,000 أسرة منتجة في 26 حرفة من كل المحافظات، و431 مركز اعداد أسر منتجة، 71 مركز تكوين مهني. يعني الارقام دي كلها بتعكس انه المشروع ده بيساعد على العمل وبيساعد على الانتاج من خلال متخصصين في مجالات فنية. في كمان جهات بتمول هذه المشاريع، جهات اخرى بتسوق يا اشرف، لان في دول مرشدة الموضوع ده على فكرة. واحنا عندنا معارض الاسر المنتجة دي مستمرة زي اللي احنا شايفين صور منها دلوقتي على الهواء. الغريب انه بيتم تنظيم معارض داخلية وخارجية للمنتجات، لكن رغم انه منتجات ليها تصميمات متميزة حاجة جميلة والله، اغلبها يدوي طبعا عالية، الا انه في ركود برغم انه برضو في اسعارها منخفضة، لكن في ركود، يعني مفيش اقبال كبير على شراء المنتجات دي. مش ركود يا امل، انا بيتهيألي العملية مخصصة بالتسويق، يعني اللي بينتج كويس واضح ان هو مبقاش تخصصه التسويق. اعتقد هو ده بقى دور الدولة، انها مثلا تعمل لهم معارض سواء داخلية او خارجية. بنسمع الكلام ده ان بيحصل معارض داخلية او خارجية، ولكن اللي بينتج ده بيبقى عنده موهبة وعايز ينتج سلعة معينة، وعايز مثلا بيحب مثلا يعمل مفارش، بيحب يعمل مثلا منتجات تراثية، ولكن مثلا بيجي بقى عند نقطة التسويق بتباني الخيبة بتاعته. ليه بقى؟ لان هو مش مسوق. ففي ما يبدو الغريبة بقى كمان انه الحرف او الحاجات الهاند ميد او اليدوية دي في كل العالم سعرها اغلى بكتير من السلع الصناعية. ولكن احنا عندنا الاسر المنتجة بتقدم السلع دي باسعار منخفضة، ولكن رغم كده بتلاقي ركود فعلا، ومبقاش في اقبال على شرائها حتى زي الاول. يعني ما بيتعمل لهاش اعلانات كافية اكيد. تسويق زي ما انت الصناعة هي مكونات الانتاج والتسويق والتغليف، في مكونات كتير قوي لل. عايزين كمان نعرف بقى في الحوار، فكرنا كده نبقى نسأل عن موضوع التصدير، لانه الحرف اليدويه دي اعتقد ان هي هتلاقي رواج كبير قوي في دول كتيره. لما تكون حاجه صناعه مصريه بيتميز بيها عدد محدود جدا، طبعًا اعتقد ان دي ليها معنى كبير، وممكن فعلا تعود بدخل على الاسر وعلى مصر. انت بتسوق للسلع. في دول على فكره زي اليابان زي المانيا مرشده الكلام ده، عامله زي نوع من انواع التبني للشركات الكبيره قوي، بتتبنى هذه العائلات وبتخليها تتخصص في أجزاء معينة من منتجاتها بتنتجها، وفي نفس الوقت بتوردها للشركة دي. المهم عموما يعني ده الموضوع الأول. الموضوع الثاني برضو اقتصادي وبيتعلق بالطبع بالمنتدى الأفريقي أفريقيا 2016 اللي اختتم اليوم في شرم الشيخ، ببيان ختامي أكد على أهمية إيجاد آلية بين الدول الإفريقية، كل التجمعات الإفريقية سواء الكوميسا أو السيداك أو تجمع شرق أفريقيا، أن نجد آلية للتعاون الاقتصادي بين كل هذه التجمعات من خلال فيما يبدو منصة بتعرضها مصر من خلال موقعها الكبير، ومن خلال خبرتها في الاقتصاد، ومن خلال خبرتها في الصناعة. بالطبع احنا اكيد في دول افريقية تانية زي نيجيريا عندها خبرة كبيرة في الصناعة وفي الاقتصاد. ازاي نتعاون الدول الافريقية لايجاد منصة للانطلاق الافريقي يليه انطلاق عالمي؟ بالطبع بنتمنى ان هذا المؤتمر يؤتي ثماره خلال الفترة اللي جاية، وما يقتصرش على السنة دي بس، يكون مستمر دائما.
عموما هم دول الموضوعين اللي يكونوا محور حواراتنا النهاردة. فاصل قصير نبدأ بعده أولى فقراتنا وهي الفقرة الإخبارية، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. طيب نبتدي جولتنا ومتابعتنا لأهم وأبرز أخبار مصر على مدار يوم كامل. النهاردة الحقيقة في خبر لطيف، النهاردة ابتدى البث التجريبي بنجاح للقناة قناة بورسعيد الجانبية، وده إعلان أعلنه الربان أحمد شوقي ياسين رئيس إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، وأكد عبور 5 سفن من القناة للبحر المتوسط خلال ساعات الليل، ودخول 3 سفن كمان إلى ميناء شرق بورسعيد خلال ساعات النهار. أكد رئيس التحركات استمرار تجارب التشغيل لإكسال المرشدين خبرات الملاحة في القناة الجديدة اللي تم حفرها في قاع البحر المتوسط بطول 8.5 كيلومتر وبعمق 18 متر في زمن قياسي بلغ 3 شهور بدل من 7. رئيس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس هيفتتحوا رسميا القناة للتشغيل التجاري يوم الأربعاء 24 فبراير. مجلس النواب اليوم وافق على استقالة النائب المعين سري صيام بعد تصويت أيده 301 نائب واعترض عليه 88 آخرين فيما تغيب صيام عن حضور الجلسة. الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قال ان مكان المستشار سري صيام اصبح شاغرا اعتبارا من اليوم، واختار رئيس الجمهورية بذلك. كان صيام اكد في الاستقالة التي تقدم بها يوم 6 فبراير 2016 اعتذاره عن الحضور لدى نظر هذه الاستقالة في أي مرحلة، وكذلك عدم حضور أي جلسة من جلساته ولجانه وسائر أوجه النشاط اعتبارا من 7 فبراير 2016. المزيد من المتابعة حول هذا الموضوع بينضم إلينا سيادة المستشار دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة. مرحبا بك دكتور طارق. أهلا أستاذ. كنا بنتمنى تكون معانا بس إن شاء الله يعني فرص تانية، أنت ضيف عزيز دايما وأنت خبير، أنت ملجأنا الدستوري دايما فيما يتعلق بكل ما هو قانوني. دكتور طارق متشكر. يعني الاستقالة دي هيترتب عليها إيه من وجهة نظر؟ شوف حضرتك، سيادة المستشار سري صيام باعتباره أحد الأعضاء المعينين في مجلس النواب تقدم باستقالته طبقا للإجراءات، لابد أن يقبل مجلس النواب الاستقالة، وبالفعل تم العرض طبقا للمادة 111 من دستور 2014. لابد دكتور طارق يعني لابد، طيب ليه تعمل تصويت؟ افرض التصويت كان طلع أن مش موافقين. هنا بقى في هذه الحالة إذا ما وجد، لو كان التصويت أنهم مش موافقين وهو مصر على الاستقالة فلا مناص من أن يتم تنفيذ إرادته، لكن طالما التصويت جاء وهو أيضا مصمم على الاستقالة منذ فترة ليست بقصيرة، فجاء التصويت يعني حضرتك تجد 301 عضو يعني بنسبة 74 و88%، يعني تقريبا 75% من الأعضاء، فكان ذلك الأمر مفترضا وطبيعيا ومنطقيا طالما العضو المستشار سري صيام مصمم على الاستقالة فلا مناص من الموافقة على هذه الاستقالة. لكن هل السيد رئيس الجمهورية لابد أن يعين؟ زي ما سيادتك قلت أصبح المكان شاغرا وهو من الأعضاء المعينين يا أستاذ أشرف.
طبعا. هل السيد رئيس الجمهورية يلزم أو يلتزم بتعيين مكان العضو النائب المستشار سر صيام؟ طبقا للمادة 102 من دستور 2014 في الفقرة الأخيرة إن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين عدد من الأعضاء بمجلس النواب لا يزيد عن 5% من الأعضاء، يعني 28 عضوا. يبقى السيد رئيس الجمهورية غير ملتزم بتعيين أحد الأعضاء مكان المستشار سر صيام، غير ملتزم بالمرة. يمكن أن يعين ويمكن أن لا يعين، وسواء هذا أو ذاك فهو الأمر متفق مع صحيح الدستور، لأن النص زي ما قلت لسيادتك لرئيس الجمهورية أن يعين لا يزيد عن 5% من أعضاء المجلس. أنا رأيي لو أنا شايف يعني كان عدد الأعضاء 596 أصبح الآن 595 عضوا، يعني طبعا الأمر الأول والأخير للسيد رئيس الجمهورية، وإن كنت أرى أن هذا العدد يكفي تماما لقيام مجلس النواب بعمله. دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا. خبر نروح لخبر تاني. خبر تاني ان وزارة الصحة والسكان اعلنت النهاردة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال، اكثر من 5000 مركز طبي على مستوى الجمهورية. الحملة بتستمر 4 ايام. الوزارة اعلنت في بيانها انه الحملة بتستهدف تطعيم 15,533,000 طفل تقريبا من عمر يوم وحتى 5 سنين لجميع الاطفال المصريين وغير المصريين بجميع محافظات الجمهورية. ده بيتم تنفيذه من خلال 50,000 فريق طبي، طبعا بيضم عدد كبير بيصل إلى حوالي 80,000 فرد بين أطباء وممرضين لإنجاز هذه المهمة، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال. خبر طبي آخر بيقول إن عقار كيوريفو الخاص بعلاج مرضى الفيروس سي، وهم عددهم حوالي 250,000 بيعانوا من رحلة علاج طويلة، ممكن هذا العقار ممكن ينهيها بشكل أسرع وبكفاءة أكتر. بدأ توزيع هذا العقار في مراكز الكبد والكلى التابعة لوزارة الصحة في توزيع هذا العقار. الدكتور حسين الفيشاوي عضو اللجنة العليا المركزية لأمراض الكلى قال أنه ظهرت بارقة أمل لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي بظهور العقار الذي تصل نسبة الشفاء منه يعني من خلاله إلى 100%، وقال أنه آمن على مرضى الفشل الكلوي وكبار السن كمان آمن عليهم. قال أيضا أن العقار يعد الدواء الأمثل الموجود حاليا لعلاج مرضى الفشل والقصور الكلوي المصابين بفيروس سي، مشيرا إلى أن العقار حاصل على أعلى التوصيات بالجمعيات الأمريكية والأوروبية، وهو البروتوكول المتبع في مختلف دول العالم لمرضى النوع الجيني الرابع، ويتم إعطاء هذا العقار مع دواء الريبافيرين. طيب نطلع لفاصل قصير، بعده نبتدي اول حوار معانا النهارده الاسر المنتجه. هذا المشروع الطموح اللي بدا زي ما قلنا من ايام الرئيس جمال عبد الناصر، ولكنه بيقابل بعض المعوقات اللي هنناقشها تفصيليا في حوارنا من القاهره. ابقوا معنا. طيب رجعنا لكم مره ثانيه، واحنا الحقيقه بنتساءل يعني ليه لما يكون عندنا صناعه جيده وعندنا ناس محترفين في صناعات بعينها ليه ده ما يلقاش رواج؟ ليه عندنا مشكله في تسويق هذه المنتجات؟ زي ما قلنا اشرف وانا في بدايه الحوار انه دايما الحاجات اللي هي هاند ميد او صناعه يدويه في البلاد الثانيه بتبقى غاليه جدا، بتبقى مرتفعه الثمن، عندنا العكس. برضو ده سؤال
نتوقف عنده قليلا، وده هنعرفه من القائمين على مشروع الأسرة المنتجة اللي بدأ من سنين عديدة. احنا الحقيقة هم مشكورين جايبين لنا نماذج، دي طبعا نماذج قليلة جدا من انتاج الأسر المنتجة اللي مش بس أشرف يعني مفارش وفوط، لكن هو في كمان ملابس، بيشوف البعار، سجاجيد، لا في سجاجيد، في منتجات جميلة بس اللي